يضمن العقيد طارق ربيعان الحديث اكثر حول المخالفات والالتفاف وعقوباته. حياك الله عقيد طارق. يا رسالة الله يحييك ومساء الخير لك ولعموم السادة المشاهدين والمشاهدات. نسيت انه ترى الاخبار الحين انه في ناس جتهم مخالفات ب 3000 وبعدين تنبهوا وصاروا يكلمونكم يقولوا لكم وش اللي صاير. فالناس كلهم تفاجئوا بالموضوع ولا لا؟ تفاجئوا بايش عفوا؟ اقول تفاجئوا بموضوع ان الالتفاف لازم توقف شوي وبعدين تلف يمين اذا كان ما في مثلث، واذا كان في مثلث ابد لف قبل الاشاره وامورك طيبه. بس في مخالفات كثيره الفتره الماضيه فالناس بداوا يسالون عن هالموضوع. صحيح؟ اول شيء تسمح لي بس اني احييك واحيي القناه الاخباريه والبرنامج الرائع الحقيقه، انه احنا كجهاز مهور يعني نحيي دائما اللي يبادر مثل البرامج هذه اللي الله يسلمك تفاعل يعني ما بين الناس انه توضح الاشياء الغامضه وغير مفهومه، انه الحمد لله ما في شيء غامض ومفهوم غير مفهوم، لكن يعني زياده في الخير خير. وبعد توضيح اللي قلت قبل شوي، انت اعتقد يعني ما بعد كلام الكلام، لكن نبي نزيد توضيح زياده على الكلام اللي قلته. المخالفه الالتفاف اليمين هذه صار فيها اخذ وعطى كثير. ايوه الناس صحيح. تقول صورتني وما صورتني، ولما ترجع للنظام والتصويت حصل انه اساسا مو متقيد بالضوابط اللي انت ذكرت بعضها قبل شوي بتقديمك لل الانفجرافيك هذا الموجود الان. انا اشرفت عليه شخصيا وبعدين تم يعني توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي، والاغلب اخذ من حساب المرور السعودي اللي هو يعتبر الحساب الرسمي لاي جديد يخص المرور. فراح نبدا احنا نقطه نقطه بالنسبه لل يعني خليني اتكلم. بس انا عندنا بعض الشيبان جاء عليهم 3000 وزعلوا عليكم. لما يرجع انا دخلت النيل، لما ترجع تحصل انه اساسا يعني كان ماشي وتلقاه يهوجس، خلنا ناخذها بالدعوه الشيبان، خلنا ناخذها باللقاء، كان يهوجس وتذكر انه يعني المحل اللي يبغاه يمين مو هو بسيده ولا هو بيسار. ايوه وماسك اساسا ماسك المسار الايسر او ماسك المسار الاوسط، وفجاه كذا تعدى التقاطع ودخل يمين وهو بالمسمار الاوسط. هذه معناته ما تقيد بالمسار الايمن عند التفاف لليمين، وهذا الان يعني تنافي القاعده الاولى الموجوده عندك بال بالصورة التوضيح اللي هو على الحالات. وهناك بعضهم بعد ما تجاوز المثلث مثل ما ذكرت انت يعني يتذكر انه يبغى يطلع يمين، فيتجاوز المثلث وياخذ يمين، هذه تسمى برضه قطع اشاره. ايه بعضهم في طريق رئيسي طريق خدمه، يعني خليني اعطيك مثلا مثال على طريق رئيسي وخدمه مثلا. الا مثلا شوف لي اي تقاطع مثلا، نتكلم مثلا تقاطع اي تقاطعات مثلا على شارع مثلا عليا او التقاطعات اللي فيها مثلا رصد الي مثلا طريق الملك عبد العزيز مع انس مثلا بالرياض، او بعض التقاطعات يكون فيها طريق رئيس وخدمه. بعض الناس يمشي على الطريق الرئيسي اللي ثلاث مسارات مثلا وعلى يمينه طريق خدمه، هو صحيح ماسك المسار ايمن من الطريق الرئيسي بعدين يوم وصل الاشاره لف يمين، هذه تعتبر قطع اشاره لانه اساسا ما التزم بالضابط اللي يقول لازم انت تبغى تدخل يمين لازم تكون ماسك المسار الايمن. طيب بالطريق الخدمه هنا بسالك عقيد طارق. نعم انا نعم. اليوم موقف عند اشاره وما فيها المثلث. فاللي ورا تاخذ يمين. اي اللي ورا قاعد يعني ازعجني وانا قلت فيها 3000 فماني بلاف لين تفتح اشاره خضراء. انا اعلمك ليش هذا الاجراء صح ولا خطا؟ لا بعلمك ليش ما لفيت. لانك انت اخذت رساله سلبيه وهذا احنا نعاني احنا منه. ايوه صحيح. اجهزه حكوميه كامله مو بس مرور. لا مو مرور صدقت صح. اي رساله سلبيه اسرع انتشار من رساله ايجابيه. صحيح. يعني واحد تكلم وقال انا والله العظيم بحلف بالله يعني زين وانا والله انه مو صادق. وهي بذمتي انا صادق اني رحت للمرور وقالوا انك اذا لفيت يمين واشاره حمراء هذه مخالفه، وانا اخذتها يقول لك انا حسجلك علي واني راجعت وقال انت مخالف. مو صحيح الكلام هذا. انا لما اقول لك انا متاكد وسند علي وسند على حساب المرور، هذا حساب رسمي ما فيه يعني احنا بنقول كلام، احنا نعطي كلام مسجل عليه، الكلام اللي قاعد فيه انا صحيح. هذا موثق علي انا شخصيا والقناه هذه قناه رسميه. صحيح. جالس اقول لك ان الاجراء الصحيح من حالتك اللي ذكرت الان انك تتاكد من خلو التقاطع، بعض الناس تجيك على سرعته ويلف يمين على طول. طيب في ناس لهم اشاره خضراء اتجاه الاخر وماشيين بطريقه هنا عقي طارق كم يوقف؟ كم يحتاج يوقف عشان يلف يمين؟ شوف رصد الالي حتى لو موقفت ما يرصدك. افا ايه ما يوقف شلون افا؟ ما يرصدك.
هذه زعت لك مهب عليك هذه هذه لك هي. انا اقول لك لو انت جيت تمشي عشطة ودخلت يمين على طول وانت ما وقفت الرصد الالي ما يرصدك انا اقول لك هذا كاجراء سلامة لك والاخرين انك تنتظر ثانيتين تتاكد ان التقاطع ما في سيارات داخله باتجاه الاخر عشان ما تتصادم انت وياهم. ايه جميل جميل عارف كيف؟ طيب لكن انا في طلب في طلب لو تسوونه تبي ترتاحون من اتصالاتنا وازعاجنا لكم لو تسوون الله يسلمك لو تسوون انه مقاطع فيديو بالجرافيك او كذا وتوضح فيها انه من هنا تلف يمين من هنا لا تلف يمين يعني تصير مقطع بسيط يرسل الواتساب الشيبان اللي هوجسون اذا شاف 3000 ترى ما عاد بيهوجس فانتم لو تسوون هالمقاطع بيصير شكلها جميل وترى مستعدين نساعدكم فيها. لا لا ما تقصري انتم اللي عندكم يعني باردين جهد معنا وبالعكس انتم تراكم شركاء نجاح يعني باي شيء معنا ورسالتكم هادفه فاحنا بالعكس نرحب دائما بالاتصالات هذه اللي فيها فائده الله يطول خاصه يعني لا خاصه في اشياء فيها غرامات وفيها احنا ترى يعني ما نفرح بالمخالفات احنا على قدر ما تقل عندنا المخالفات تقل معها الحوادث تقل معها المشاكل والمصايب فاحنا اولا واخيرا يعني مجتمعنا نفرح لما يكون يعني متقيد يعني بالامس الحمد لله يعني انتهينا من احتفالات اللي هو اليوم الوطني يعني الذكرى 87 لليوم الوطني او يعني توحيد المملكه الغاليه ومن هذا المنبر يعني احني مولاي خادم الحرمين الشريفين وحفظ الله وسمو ولي عهده الامين طيب الله كذلك وزير الداخليه فحقيقه شاهدنا احتفالات يعني بالشارع فيها انتظام وفيها حمد. عدم مخالفات والتزموا بل الرسائل التوعيه اللي تكلمنا فيها احنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حساب المرور السعودي انه افرح ولك حق تفرح احنا معك بنفرح لكن لا تتجاوز الانظمه ولا تتجاوز على او تتعدى لحدود الاخرين احنا كفلاء ان شاء الله نحمي ان شاء الله ونحفظ حقوق الاخرين فبالتالي صحيح. الحمد لله يعني شاهدنا يعني انتظام الرسائل هذه اللي وصلتهم عبر القنوات الرسميه مثلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونيه والحسابات المؤثره فالاعلام هو الان بدرجه اولى هو اللي يعني حقيقه يوصل الرساله المطلوب ايصالها للمتلقي عبر الجهات الحكوميه فانتم حتى الجهات هذه فالله يبارك انا اشكر لك تواصلك دائم ما تقصروا معنا العقيد طارق ربيعان شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافيه في المرور على الجهود اللي تسوونها شكرا لك الله يبارك.